شو حلو عليه؟ صحيح شايفينه هالقده بصغير بس لسانه هالقده. مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو حبايبي تحدي التوأم باللون الاسود واللون الابيض. طبعا في فريقين، وداد وجاد باللون الاسود وانا وايمان باللون الابيض. وهلا اول شيء التحدي هو انه ما ناكل شيء غير باللون الاسود. هم ما بياكلوا غير باللون الاسود ونحن ما ناكل غير باللون الابيض ليوم كامل. هلا بدنا نروح على السوبر ماركت ونجيب غراض باللون الابيض والاسود. جاهزين؟ خليكم معنا. جاهزين. يلا قوم. يلا قوم روح. مستعجل متحمس. هلا اجينا على السوبر ماركت بدنا نختار باللون الابيض. فتنا لهون من صوت العالم. لك في كثير ناس هيك. انت شو بدك تاخذي فطور؟ اذا في حليب باخذ حليب وباخذ لون ابيض. تعي شو بدنا نعمل؟ انا شو بدي اخذ فطور؟ في زيتون اسود. شو كمان جادة؟ عصير اسود. عصير مو للفطور يا جاد. خلينا نشوف. هلا اخذنا شيبس باللون الابيض وبسكوت باللون الابيض. شيبس باللون الاسود كمان. لا ليك اخذ بسكوت باللون الاسود. يلا نشوف. ما في عصير هذا باللون اسود. ما هذا اسود ولا بني؟ اسود. في اسود. في اسود جوا. يلا انت شوف. زيك اسود. هاي لا هاي بني. هاي هذا. هاي شو طلعه؟ هاي هذا اسود. هذا باللون الابيض. هاي من جوا اسود. وهلا بعد ما جينا من السوبر ماركت يلا اعطونا الغراض الابيض بنقوم نعمل فطور. جعنا كثير. طيب الفطور نحن ما جبنا غير زيتون، ناكل زيتون بس حرام. ما دخلني. هاي شنطكم؟ الشاي يعني لونه اسود. لا لونه احمر الشاي. لا يلا هلا بدنا نقوم نعمل صوص. نعم مسموح ناكل خبز لانه الخبز ما في اسود. ايه خلص. لكن بدك تاكلي زيتون بالهاي؟ اه. هذا لمين؟ هذا الكون. هذا الكون. هذا النا. هذا النا. ايه هذا النا. الزيتون النا. 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 يلا قوموا نعمل صوص. يلا قوم. عنا لبنة. عنا لبنة. نقوم نسخن الحليب مشان نشربه. نحن أسرع شي فطورنا بس نحط الزيتون وبنجي. يلا قوم. طيب والله ما بصير هيك. انتم بتشربوا حليب بتاكلوا لبنة ونحن بس زيتون. والله هاي من مشكلتي. شايف يا جادة؟ انت اللي اخترتي اللون الأسود. جادة بتحب الزيتون انت؟ أنا ما بحب الحليب كثير بس رح أحاول أشرب. ما بتحبه؟ بالعكس. جاد ما بحبه. بتحب الزيتون؟ مبارك. جاد مبارك. اش ما بنطعم شيء من هنا. ايه ماما الله. شو بحب؟ ايه بحب. بتحبه؟ وبس. وبس؟ وبطاطا وبسكوت. يلا بكفي. انجز بطاطا وبسكوت. دمو عصير. هذا دمو عصير يا ربي. البندورة. مين عمل هون صحيح؟ نحن بلشنا. نحن عملنا المكدوس رح يخلص كمان، بقى علينا بس اللبنة وعملنا بندورة كمان. ايه هذا هو بفكر. بفكر جاد عصير. تعب تشرب عصير؟ خذ. دمو عصير. خلص. عندكم عصير. يلا قوم نحن خلصنا. يلا جيبوا لنا اياه معكم. ايه لا انا حرام. يلا قوم جيبوا لنا اياه. خير. صار الحليب. لك حطيه بالصينيه. حطيه هون انا هلا بروح. راح اشوف الصينيه.
طالعين هاتي لهم. انا ما خلوني غيرها الغبية معي. لا تفضلوا على الفطور، ما في شيء من واجبكم. هات صحن الزيتون الكون وهدول الي. جاد نزل اجريك حرام. حرام منا. يلا. الطاولة. لك لك شو الطاولة مو على الاكل. ايه على الطاولة مو على الاكل. بحد الاكل. حرام ولا نزل. كل صبيعة يلا انطينا. خذ. تاكل زيتون جاد. خذ جاد. وانا بدي اكل زيتون. لا انت تاكل بس انا هوبلز. ما هوبلز. لا لازم زيتون يا حبيبي. هاي ما بتحب الحليب. كلي بس لبنة خلاص. يلا بتحتمي. هاي ما بتحب الحليب وهذا ما. جاد بتحب الحليب؟ مشان. لا ما بحبش الحمد لله. لا. هلا ما في شيبس اذا ما تاكل. خلص عم ياكل هو. بتصفر. وهلا بعد ما فطرنا الحمد لله انتو شو بدكم شو بدكم تساوي؟ شو بدك تساوي جاد؟ بلعب. بده ياكل. لا بلعب. بدك تاكل يا ايمان؟ بلعب. لا بدنا نلعب. قوم العب. اسمعوا جاد، احنا عنا خوخ. بتاكل خوخ؟ ايه. بس بعض عالم يعني ممنوع تاكل خوخ لانه لونه اسود. يلا خلينا نجيب. يا حرام يعني. تحت. لا مو تحت. بيعرف المخبأ السري كمان. قوموا قوموا يلا فرقونا بريحة طيبة. قوم. حرام عليكم. طعمونا معكم. لا. بس يمكن جوا بصير. انتم من شوي ما رضيتوا تشربونا حليب صح؟ صح. ما بدنا نحن ما بدنا. جاسر لونه احمر. ما بيأثر القشر يعني لونه اسود. ما لا ممنوع يعني في لون اسود مسموح. وهلا جاعوا ايمان وجادو صار وقت الاكلات. بدك تاكل جادو؟ ايه. بدك تاكلي؟ احنا عنا بيبسي. انتو ما عندكم يعني ما في شيء باللون الهي الحليب. بدك كل شيء تسمع حليب. لا انا اللي اشرب. ايه. لا لا بس انا لحالي. لا انا وياك. رحت معك؟ ايه صح. ايه مو رحت معك؟ صح صح. هاد بالزعتر ما بعرف كيف جايبينه بس انه لونه ابيض من برا. هذا هاد لونه ابيض. بس حطيني شو لونه ماشي. لونه ابيض ممنوع. ما بيأثر يعني من برا اسود. ما بنطعميكم؟ لا ما بنطعميكم. ما بنطعميك شي من عنا. ابو راس. لا ما بدي. لا احنا عنا بطاطا. ما بيأثر. هو عنده بطاطا كمان. احنا عنا زعتر. أنا ما أحبك. وأنا ما أحبك. فرجونا بيبسي. ما أشطرك. بعرف. أنتوا حيوانين. شو؟ حيوانين؟ أنت حيوان لحالك. لا أنت. كنت على بعد لك. تاكل بسكوت؟ حاضر. دايب الشوكولاته. خليني لا اثنين.
لونه اسود منيح؟ لا بس لا مو انا رحت معك. ايه صح انت رحت معك. ايه واذا رحت معنا ما في طعمي؟ ايه تحلينا احنا ما طعمي. نحن بناكل شوكولاته بيضة. شوكولاته. انت شفتوه ما في غش بالموضوع ابدا. لا ما في بقلبه بسكوت. نحن حليب. بيجاكل يعني. صحيح شايفينه هالقده وصغير بس لسانه هالقده. لا تمسح. اي لا تحليب. لا بتطعميني من كيسك؟ هذا لا. وهذا هو الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. انتم اكتبوا لنا انه نهار نحن يوم كامل ما غشينا ابدا. انتم اكتبوا لنا مين غش باللون الاسود ولا باللون ما غشينا ابدا يعني كله اسود. حتى جد انطعميه باللون الابيض بان ما بدنا. بان حيوانين كمان. ايه حيوانين. ولا هاني قلت انتوا لو ما غلطت عليه هو ما بيغلط. ما حكيت انتوا حيوانين. دهركم انتهى الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اكتبوا لنا شو بتحبوا نصور لكم فيديوهات. واللي ما حط لايك حط لايك. اشتركوا بالقناه، اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. بنحبكم وانتظرونا بفيديوهات جديده. باي.